طيب على بركة الله نشوف اللي بعده. أتحقق من فهمي 2A ضرب 4A زائد B وزع. يلا 2 ضرب 4 والله 8، A ضرب A A تربيع، زائد 2 ضرب 1 يعني 2، A ضرب B A B، A B يعني A ضرب B. أوكي بدي أعوض، يلا نعوض. هي 8 زي ما هي، ايش رايكم نكون سريعين؟ بدي اعوض هون سالب 2، راح تصير سالب 2 تربيع. شو يعني سالب 2 تربيع؟ يعني 2 ضرب 2، يعني سالب 2 سوري ضرب سالب 2 وتساوي 4 موجب، يعني هاي ضرب هاي حتكون 4 موجب، وهي زائد هاي 2 ضرب A. شو بدي اعوض بدلها؟ سالب 2، ما تنساش السالب. و B شو بدي اعوض بدلها؟ والله 7. يلا 8 ضرب 4 تكيل 8 استاذي 16 24 32. يا سلام عليك يا حبيب والديك، هي 32 زائد مش تكيل زائد 2 34، لا الأولوية للضرب. يلا 2 ضرب 2 4، 4 ضرب 7 والله 4 ضرب 7 28 استاذ، تنساش السالب، ماشي سالب 28. طيب يا جماعة سالب مع موجب ورا بعض بصيروا سالب، بنعرف 32 ناقص 28 وتساوي 4. سهلة جدا. حلوين حلوين استاذ. اللي بعده روح اضرب لي هاي بهاي. هاي 5 ضرب 2 والله 10، 10 ليش الحكي؟ وبي ضرب A B A، بدك سميها A B عادي ما بتفرق، المهم ضرب B B A. طيب جميل، بدي اضرب هسه الخمسة ضرب هاي سالب واحد، خمسة ضرب سالب واحد سالب خمسة، بي ضرب بي والله بي تربيع. يلا نعوض، بدي اعوض بدل البي كم؟ سالب ثلاث، وبدل الاي اثنين. يلا هاي عشرة، عملت شيء من عندي؟ ما عملتش. البي شيلها حط بدلها سالب ثلاث، سالب ثلاث، والاي شيلها وحط بدلها اثنين. هينا خلصنا من هدول، وهي ناقص، وهي خمسة، والبي بدي أشيلها وأحط بدلها سالب ثلاث، هي سالب ثلاث، بس لأن احنا محترفين على السريع، سالب ثلاث تربيع، قصده سالب ثلاث تربيع، يعني سالب ثلاث ضرب سالب ثلاث وتساوي تسعة، موجب، دير بالك موجب، إذا هي ضرب تسعة. بعدين أستاذ، بعدين أضرب خلص، شو اللي بعدين؟ 10 ضرب 3 30، 30 ضرب 2 60، ما تنساش السالب هاي، يعني سالب 60، وهي ناقص، سالب 60، وهي ناقص، 5 ضرب 9، والله أستاذ 5 ضرب 9 45. طيب يا أستاذي هاي أنا صراحة بلخبط فيها، بقول لك اعتبرها كأنه سالب زائد سالب، شوف كأنها أصلها سالب 60 زائد سالب 45 زي اللي اخذناها بالسادس، مش بالسادس هيك اخذنا؟ هل عددين متشابهين في الاشاره؟ اه طبعا متشابهين، خلص اجمع 60 زائد 40 50، 60 زائد 40 100، 100 زائد 5 105، بس بالسالب يساوي سالب 105.